السلام عليكم. اليوم راح نديرو اون تارت على طوماط. هذه لا تارت على طوماط. المره اللي فاتت كي درت لا تورت اوتو زيدت لي شويه تاع لاباط. هذيك لاباط راح نديرو بها هذه لا تارت. عندنا زوج حبات تاع طوماطيش، عندنا ورقه تاع رند مع زعتره، عندنا 4 سنات ثوم قطعين، عندنا فلفل كحل، وعندنا الملح، وعندنا ثاني للتزيين مقدنوس. دروك نحطو زوج مغارف تاع زيت، نجبدو لاصوص طوماط نتاعنا. نزيدو هذا الثوم، نزيدو هذاك الثوم، نقلو شويه. هاي الطماطم بعد ما قطعتها، نضيفو على هذاك الثوم. نزيدو فلفل كحل مع الملح، ملعقة صغيرة سكر باش تنحي لاسيديتي تاع الطماطيش. نضيف الورقة تاع الرمل، وقليل من الزعتر، نخلوها طيب شوية كيلكو مينيت، ونروحو نديروها في لاباط تاعنا. لاباط تاعنا بعد ما ثقبناها نحطو لها هاديك لاصوص طوماط. نزيدو لها الزعترة، ملاحظة برك هذيك لاصوص طوماط حطينا لها الورقة تاع عرند، هذيك الورقة تاع عرند ما تخلوهاش تبطى بزاف، خلوها غير شوية تدير بنة وقلعوها على خاطر تمر لاصوص. دروك ندخلوها للفوق. أنا دخلناها للفوق، نلتقي فيما بعد. هاي لاطارت تاعنا بعد ما طابت تحمرت ما شاء الله. راح نضيف لها نزينوها بالمعدنوس، بالصحة والهنا.